توك. طيب نبدا يلا تجربه الفيس ماسك. وننضف اول حاجه البلاطه كويس. لا من هنا عشان ما جلام كاولين عشان نشتغل الكميات كلها كده. يبقى معانا 35 جرام كاولين و5 جرام بنتونايت. قول لازم نطحنهم كويس مع بعض. حط منه دول 2 جرام ستايل الكحول. تمام كده بنحط الجليسر اللي احنا نزلناه ده. دول قد ايه دول؟ ايه 10 كويس. نعمل ويتنج يلا. هننزل الكميات كلها. فحطينا 60 ميلي ووتر تمام بعد ما طرحنا من 100. وحطينا 1/10 جرام صوديوم لويل سلفيت. الميه يفضل انها سخنه احسن ما اجي اسخنها بعد كده. بس بعد كده نحط ستايل الكحول على النار قبل ما هم يجهزوا البيست. ننزل البيست اول مع ستايل الكحول اللي صح. هنحط الميه والصوديوم الهيدروكسيد السلفيت بعد ما سخناها. نحطها على مره او مرتين. قلب بقى. لا نقلب بالبسم. تاني ولا شويه ميه ولا البتاع الثاني؟ هو مثبت له البتاع على سلم كده. نبدا نقلب بالبسم. نقلب لحد ما بنلاقوه بقى بيست يا اخوانا. هو واضح كل ما نقلب اكتر كل ما نطيب الميه وده افضل. ده وش المعجون يا ابني. ده اللي بتقطعنا بيه. طب يا اما خدنا الميه منها مش عايزين نتنشف قوي. لا يا اخي مش هنفضي. ما هتفوزوا عشان نفضي. ما عشان نفضيها يا ابني عشان ما نشفش. هيبرد تحت والله مش